المنتخب الوطني الجزائري كيفاش راح راك تشوف فيه رايح الكوت ديفوار؟ اسكو يدير نتائج ايجابيه ام سلبيه؟ بكل قوه ان شاء الله مع جمال بلماضي. وشنو يخليه يخدم؟ وعندنا لي جوار كما ادم الونس لازم يخليه له فرصه، يعطيه له فرصه. عمور الله يبارك قرون جوار، حنا بكري كي كانت ليكيب ناسيونال كنا نتمناو لاعبين مثل بن ناصر، راك معايا اي تنوري، راك معايا اخونا مندي قدامنا، الله يبارك. راهو بتشكيله غنيه اخونا بارابور لي زيكيب ناسيونال الاخرين، صح ولا لا؟ لا حبيبي عنده فرقه تشكيلتين يا اخو من اروع ما ياكل، وعنده اللحمه وكان وين راهم يبريباري، والله يبارك ما شاء الله امكانيات كبيره. لزيكيب ناسيونال غانا وما ادراك ما غانا، نيجيريا وما راهمش يديو في ليكوب دافريك، صح ولا لا؟ لا لي كرون ناسيون خونا حنا بلماضي امور شحال ما خسرناش ماتش، هذا العام ما خسرناش كاع، هذا العام الله يبارك. حنا كنا نتمناو نشتاقوا جوار محترف يجي الفريق الوطني، دوكا رانا بالفلوريش بوسمو، خليه يخدم يروح دقه بالعقل بالعقل خونا، صح ولا لا؟ وان شاء الله ربي يفر يوفق جمال بلماضي ويوفق الفريق الوطني، وان شاء الله علاش لا لا نروحوا بعيد بعد تشكيل. الا جبنا النجمه الثالثه نعم جبنا لاكوب، واش من البلاد تتمنى نهديوها لها؟ نجمة تالتة قدامنا فلسطين شهداء، باينة اخوانا ان شاء الله ولدينا وفقنا ربي سبحانه ورفدنا نجمة تالتة ان شاء الله نادي فلسطين الغزة.